يظهر الحديث عن ذوي الاحتياجات الخاصة من وقت لآخر، غير أن الذي نحتاج إليه هو تصحيح نظرتنا إليهم لبناء مفهوم التعامل معهم على نحو يليق بهم. فالقضية لا تتعلق بمجرد العمل على توفير الأعمال التي تدر الدخل المناسب لهم وتيسير الممرات في الشوارع والمباني وعمل الدورات التأهيلية والرقي بمستوى العلاج فحسب. فمن نسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة هم أفراد نبتلوا بفقد عضوي، ولكنهم مكتمل الإنسانية، بل إن الله قد عوضهم بما فقدوا فيضاً في إنسانيتهم يفوق ما نلاحظه فيهم من التفوق العضوي المقابل لما فقدوه، كالسمع المرهف لدى البصير، والعاطفة الإنسانية الجياشة في مشاعرهم هي ثروة عظيمة تفوق حاجتنا إليها كل ما يتحدث عنه من حاجتنا المستقبلية إلى المياه والغذاء، لأن جفاف الشعور الإنساني الصادق أصبح واقعاً مريراً نعيشه ونجني حصاده المؤلم في قسوة القلوب. بينما الاحتياطي المتوافر لدى هؤلاء من الثروة الإنسانية والعواطف النبيلة غني بحيث يكفي لحاجة أهل كل البلاد. ومن هذا ندرك أننا نحن أصحاب الحاجة الخاصة إلى إحياء إنسانيتنا الذي أودع الله إكسيره وجرعة انبعاثه في قلوب من نسميهم أصحاب الاحتياجات الخاصة. ولكن قصورنا عن الارتقاء إلى هذا المستوى من تقدير أهميتهم في حياتنا قد منعنا عن تفعيل هذا المعنى، وبذلك أصبحنا نحن ذوي الاحتياجات الخاصة الحقيقيين. ولتجاوز هذا القصور ينبغي أن نتعامل معهم عبر هذه النظرة على نحو يتجاوز المفهوم المشوه والمشوه للعطف والشفقة والصدقة. علينا أن ندرك أننا من نحتاج إلى التعامل معهم من منطلق أنهم أسوياء إنسانياً، وأن لديهم ما يمكن أن يقدموه إلى المجتمع في شتى المجالات العلمية إذا ما أتيحت لهم فرصة التدريب والتأهيل والتمكين من الوظائف. نحن أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى أصحاب العطاءات الخاصة، وواجبنا أن نحترم هذه النعمة العظيمة التي قد تنقذ ما أتلفه أهواء نفوسنا من إنسانيتنا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه.